يمكنكم رؤيتها من الخارج. هذه البقعة السوداء تحتوي على الألياف المميتة. إن سقطت الحاوية وانكسر الزجاج الذي تحتويه فسينتشر الأسبست في الهواء. لا خطر على كنوت بيرنل لأنه يعمل داخل حجرة تحتوي على وحدة استخلاص خاصة، لهذا لا يحتاج إلى ارتداء قناع، لكن سيشكل هذا تهديدا لأي مستهلك يتنشق الغبار السام. ما قد يبدو شيئا غير مضر يمكن أن يسبب السرطان. يؤكد المجهر الشكوك. الحواجز تحتوي على الملايين من ألياف الأسبست التي يمكن أن تلوث رئتي المستهلكين الجاهلين لوجودها. الألياف في الأوعية الحافظة للحرارة هي كريستايل أو أسبست أبيض، ونعلم أن مصدره كندا وهو ممنوع في أنحاء أوروبا. مؤكد أن هذا أسبست. هناك نوعان للأسبست، الأول هو الأسبست الشبيه بالإبر وكروسيدوليت مثال عليه، كما أن هناك كريسوتايل الذي يكون أنعم ومنفوشا أكثر وقد يكون خطيرا مثل الأسبست الشبيه بالإبر، يبدو أنعم ومختلف الشكل لكنه ليس آمنا.